السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد غندير معكم تيراميسو فرانفواز على شكل رولي. كيف ما ديما إلا عجبتكم الوصفة بارطاجيوها مع العائلة والأصدقاء وديروا لايك ورفعوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بالنسبه للمقادير غنحتاجو سبيكيلوز لي بودوار، وغنحتاجو نص كيلو ديال فرامبواز كونجيلي، وغنحتاجو ماسكاربون نص كيلو، غنحتاج نص سيترو ديال لا كريم فريش، والسكر كيبقى دائما على حساب الذوق. انا هنا درت 6 ديال المعالق ديال السكر، يعني المعالق كبار، وواحد حامضه محكوكه يعني حامضه خضراء. فواحد الاناء غادي ناخذ لا كريم فريش وغنزيد عليه السكر، يعني هنا السكر انا قسمته على 3، كنضرب وكنزيد السكر. غنطلع شويه لا كريم، ما غاديش نطلعها يعني حتى تطلع نيشان، غادي نزيد عليها ماسكاربون ونخلط. غنخليها ما تطلعوش مزيان لا كريم فريش، الا بغيتو تصدق لكم تيراميسو ما تطلعوهاش بزاف، يعني خليوها شويه سائله باش ديروا عليها لا كريم ديال الماسكاربون. وغادي نزيد نضربها مع لا كريم و فرامبواز باش تجري هي هذيك. خديت هنا الفرامبواز طحنته، غنزيدو على لا كريم وغنخلط كل شيء. نزيد عليها هذيك القشره ديال الحامضه، غنخلط لا كريم ديالي مزيان مع فرامبواز. خديت هنا الكاغيط ديال الزبده ودرت عليه السلوفان، ضروري البنات من السلوفان، حيت غادي نجيو نلويوها على شكل غولي خاص ضروري السلوفان. كنت خليت شويه معكم الفرامبواز، كنت طحنت فرامبواز، درت شويه خليت واحد شويه، غنزيد معاه كاس الحليب وشويه ديال السكر، يعني انا خديت هنا جوج معالق ديال السكر باش نغمسو فيه لي بودوار و سبيكيلوز.
وصافي هنا غادي نبقى نغمس داك الفرامبواز ولا نغطيه في داك العصير، يعني عصير بالحليب والفرامبواز. وصافي غادي نبدا نستف على السلوفان، غنديرو على شكل كاري، غنزيد عليه لاكريم وندير البسكوي ديال سبيكيلوز. نزيد عليه الطبقه ديال سبيكيلوز، يعني غادي ندير الطبقه ديال لي بودوار وندير لاكريم، ونزيد عليه الطبقه ديال البسكويت سبيكيلوز، نعاود ندير عليه لاكريم، نخليه واحد المده ديال 10 دقائق على حسب لي بودوار. كاين لي بودوار اللي كيرطبوا دغيا، كاين لي بودوار اللي كيكونوا قاسحين، باش تجي لي تسهل عليا باش منين نجي نلويها على شكل غولي. وصافي البنات، خليكم مع الفيديو حتى نكملوا ان شاء الله الغولي ديالنا ديال تيراميسو. وصافي البنات، بعد ما خليتها ارتحت لي واحد شويه، ودابا غادي نحاول نلويها على شكل غولي. غنلويها يعني نلمطها في داك السلوفان ولا البلاستيك الغذائي، ونزيد عليه داك الكاغيط ديال الزبده باش يعاونني، ونخليها في الثلاجه مده يعني مده من 6 حتى 7 ديال السوايع. وصافي نخرجوها باش نزينوها ان شاء الله بلاكريم. الغولي ديالنا ديال التيراميسو بعد ما خرجته من الثلاجة، غادي نبدا نزينو دابا بلاكريم اللي كانت بقات لي ديال ماسكاربون. صافي غادي نقد عليه ديك لاكريم مزيان، نجيب واحد الفرشيطة باش ندير فيه الخطوط، كيجيو هكا مشنفين. وصافي غادي نكمل هكا التزيين ديالي، ونزيد عليه فرامبواز، ونحكي عليه شويه ديال الحامض الخضر من الفوق للتزيين، وكنقدمها بالصحه والراحه. كنتمنى البنات يعجبكم هذه الوصفه راه كتجي غزاله، وكتجيب ديك النكهه ديال الحامض، الحامض الخضر كتجي واحد النكهه اخرى، كتجي غزاله البنات في هذا التيراميسو. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، قبل إلا نودعكم حتى الفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.